الحته دي ما بقاش بقى موضوع ان انا اروح ادي تدريب عام يا عاطف، ما ينفعش. لازم اعرف النقطه اللي انت واقف عندها منين، المشكله اللي عندك ايه، لان اكشولي في كل شغلي من ساعه ما ابتديت حياتي المهنيه لغايه النهارده، يعني انا بتكلم دلوقتي على حاجه بتاعت 30 سنه، في الفتره دي انا عمري ما كانت المشكله بتاعتي مع حد ان هو فنيا مش قادر، انا المشكله عندي كله المايند سيت، الوعي الذهني. انا ما فيش حاجه بتوقفك، ما فيش حاجه بتوقفك عن ان انت تروح الحته دي الا ان انت بتقول لنفسك انا مش قادر اروح الحته دي. فانا دوري كمدرب او دوري ككوتش او دوري ان انا احط معايير التنمويه دي ازاي، دوري ان انا اعرف اقول له ايه اللي مطلوب منك واعرف انت واقف فين وايه الحته اللي انت عايزها، لان عشان ما اقعدش ما ضيعلكش وقتك. ما انا مش المفروض اضيع وقتك. ولازم